نادي النصر عامل اختبارات بمصر الجديدة على ملعب مركز شباب السلام الأول مدينة السلام القاهرة بجوار هايبر موسى بعد اسم السلام أول ب200 متر للاختبارات لمواليد 2005 حتى 2016، وسعر الاستمارة هتكون ب75 جنيه. مواعيد الاختبارات هتكون يوم الجمعة 31/5 من الساعة 9 صباحا ل6 مساء، ويوم السبت 1/6 من الساعة 9 صباحا ل6 مساء، ويوم الحد 2/6 نفس الميعاد. ونظام الاختبارات من 2009 حتى 2011 مواعيدهم من 9 ل12 الظهر، ومن مواليد 2008 حتى 2005 مواعيدهم من الساعة 12:30 حتى الساعة 4، ومواليد 2012 حتى 2016 من الساعة 4:15 حتى 6 مساء. لو عندك استفسارات انزل اكتبها لي في الكومنتات واعمل متابعة.